قريت خبر يا اخوان توي جورجينا تقول في بداية علاقتي مع كريستيانو رونالدو رحت إلين المطبخ استغرقت نص ساعة انه البيت كبير وفاضي ساكنين في قصر تعبت تقول عانيت كانت اكبر معاناة اني مشيت نص ساعة عشان اشرب موية من المطبخ وارجع هذه المعاناة اللي الله يرزقنا اياها ان شاء الله كلنا نعاني هذه المعاناة احنا في البيت عندنا من كثر ما انه مزحوم تحس نفسك في الطوارئ طيب رونالدو كان جبت لها سيارة جولف سكوتر تمشي لين المطبخ وترجع اذا بهذا يعني نشوف كلنا عارفين جورجينا افلمت بالغت نص ساعة هذه انا اروح فيها الدوام